مشاهدينا، وللحديث أكثر عن إطلاق شؤون الحجاج المنصة فاز على الاستجابة لاحتياجات حجاج الدولة، ينضم إلينا موفدنا من الأراضي المقدسة حسين الطنيجي. إليك الكلمة حسين. نعم دعاء الحمادي، سعي منها إلى تسخير كافة الموارد لسعد الحجاج وتأمين سبل راحتهم وسلامتهم للخروج بموسم حج تسوده السكينة والرعاية والسلامة. أطلق مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات منصة فازع. فما هي منصة فازع وما الهدف منها؟ لتطلع على هذين الجوابين فضيلة الشيخ مبارك أحمد الحوسني رئيس منصة فازع في مكتب شؤون حجاج الإمارات. تفضل فضيلة لتطلع الجمهور حول ماهية وأهداف هذه المنصة. حياك الله أخوي حسين. بالنسبة لمنصة فازع هي منصة تنعى إلى توفير أفضل الطرق والوسائل التي تخدم حجاج بيت الله عز وجل من مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة. هي عبارة عن منصة خدمية يعني تحتوي على خطوط استجابة طارئة وفورية لكافة أسئلة واستفسارات واحتياجات الحجاج من مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق والتعاون مع اللجان الموجودة في مكتب شؤون حجاج، وكذلك الحملات وإداري الحملات التابعة للمكتب. بالنسبة للمنصة، المنصة هي في الأساس عبارة عن مجموعة من الخطوط التي تعمل على مدار 24 ساعة مع فريق متكامل، فريق ذو خبرة ذو معرفة بكافة الأمور التي تتعلق بمسائل الحج وخدمات الحج، سائلين المولى عز وجل أن يجعل إن شاء الله حج الحجاج في هذه السنة حج مبرور وسعي مشكور، ويرجعون بإذن الله إلى بلادهم ووطنهم سالمين غانمين. نعم بإذن الله تعالى فضيلتك. نعم إذا كان معنا فضيلة الشيخ مبارك أحمد الحسني رئيس منصة فازع، رئيس منصة فازع عامل مكتب شؤون حجاج الإمارات على تبيان مهام وتبيان هذه المنصة. إذا مشاهدينا، هو عمل متواصل لمكتب شؤون حجاج الإمارات ودعم كبير من القيادة الرشيدة لأجل إسعاد وسلامة حجاج الدولة والتيسير عليهم وتوفير كل الإمكانات لأداء الركن الخامس أركان الإسلام وأحد شعائر الله العظيمة ألا وهي فريضة الحج. نعم دعاء تفضلي.